صيام كل ساعة، يعني 60 دقيقة صيام يغفروا لك 45 يوم. وصل؟ والله يضاعف لمن يشاء لمن يشاء. فما فيش حد عنده عقل وعنده إيمان وحابب يتقرب من ربنا يضيع صيام يوم عرفة، ده للمقيم هنا. ولذلك يقول لك صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج. ليه لغير الحاج؟ يعني انت عايز تبقى هناك وتشاركني هنا كمان، كفايه عليك هناك بقى. ايوه صحيح. تمام. طيب ده بالنسبه للحج يا فندم. وبقول لك كانوا اسيادنا الصالحين زمان اذ لم يحجوا كان يعملوا حاجه اسمها يوم عرفه التعريف. ايه تعريف يوم عرفه؟ العلماء علمونا كده. التعريف يوم عرفه ان يجتمعوا في المساجد من عصر يوم عرفه الى مغرب عرفه يدعو ويسبح ويذكر ويقرا لعل الله يجمعهم مع اهل الموقف هناك. تمام يا فندم. ايه كمان؟ قال لك على المقيم ان ياخذ هذا الدعاء يمسك فيه بايده واسنانه، قال صلى الله عليه وسلم ولذلك يوم عرفه يوم دعاء، واحنا في اسال مع دعاء. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده اسمه دعاء ايه؟ بص يا فندم، ده اسمه افضل دعاء في افضل يوم من افضل نبي. ثلاثة في كم؟ نلزم هذا الدعاء؟ بص عارفة طبعا مع في رمضان كان عندنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا في ليلة القدر، لما النبي حد الدعاء بعينه. أيوة. في زمن نلزم. بعينه في توقيت بعينه نعمله. امسك في ايدك عمرك ما هتجيب دعاء احسن من النبي. فسيدنا النبي قال ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ادي واحد. البند الثاني، وخير ما قلته انا والنبيون. وشوف يا حبيبي سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والنبيون من قبل. يعني انا وهم كان كاني يوم عرفه كان لي مقام برضو عند الـ عند الـ عند الانبياء، والدعاء ده موجود. خير الدعاء دعاء يوم عرفه، خير ما قلته انا من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اهل العلم قالوا يقولها الحاج ومن لم يحج. نقول كده يا فندم، لو سالت حضرتك سؤال افضل دعاء من افضل نبي في افضل يوم في يوم عرفه، نقول ايه يا فندم؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعرف نجيب دعاء احسن من النبي؟ امسك في ايدك وسنانك بقى. واحد يقول لك هو انا دعيت بحاجه؟ انا عندي مراتي مطلعه عيني عايز ربنا يهديه، وانا عندي جوزي بيلعب بديله عايز ربنا يقطعه له، وعندي ابني مزعل عايز ربنا يهديه. ده دعاء منشغل. من شغله ذكري عن مسألتي. لا انت كده تقعدي مكاني بقى. لا كده خلاص. ايوه اعطيته افضل ما اعطي الذاكرين السائلين. ليه يا فندم؟ لان انت بتسال ربنا على كيفك، والله يعطيك على قدره هو. فلما تبقى عليك. ولذلك سيدنا يونس يا فندم قال ايه؟ وزن الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ما قالش خرجني من بطن الحوت، قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وقال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فانت امسك سبحتك في يوم عرفه يا باشا، وامسك الدعاء ده. يبقى احنا قلنا صيام ودعاء، واعمل بقى اعمال صالحه، صله رحم، شيع جنازه، زور مريض، اضبط نفسك في يوم عرفه. ونداء خاص من قلبي والله للستات الطيبات المحترمات، يوم عرفه مش يوم تنظيف ولا يوم ترتيب ولا يوم طبخ ولا يوم عدل. لا بس بناكل الناس. لا انا بقول ما تشغليش نفسك. بنبقى صايمين فبنعمل اكل. جهاد ده افطار الصائم. ما لسه انا هقولها دي. يعني ما تتشغليش يا ست البيت بالمخده والمرتبه والسجاده والبلكونه والحمام وامسح، ده جهاد وده عمل كويس، بس يوم عرفه خليه عباده. ويا سلام للي مش قادر يصوم وكان بيصوم سابقا له الثواب. واللي يصوم او ما بيصومش عايز اخد ثواب بقى. طب انا عايز اخد بقى ايه؟ سنتين ليا واخد 10 سنين صيام، اعمل ايه يا فندم؟ افطر صائم في عرفه.